بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله تبارك وتعالى إلهي نفوض أما أن تقبل أولا كتاب كيني الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. الأرجوزة المئية يعني القصيدة المنظمة ببحر الرجس تلك جيدة وبحر الرجس يلا كتيحي أبقى البيضة وأنا ميكا سابسنتا في ذكر حال أشرف البرية مخلوق إلهي لأنك شرف بضنا حالتي حالك حسوشي واي البرية المخلوق واي أشرف لك شرف بضنا لريح حال عظيم كساس مرك في ذكر حال أشرف البرية مخلوق لانك شرف بدناي حالشي حسوشي كساب سنت أشرف البرية وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبلا محمد واي وسوء أشرف البرية ما ينسقلها عالم كجيل كالهرو ابن أبي العز الحنفي لكن كتافر بدنا لي ونجير يريد تضبقل سغالون إلا لما ودماتكي قرنكي سيئة ده هجري دي ينو لأي لنكو كنغي شرحات فربطانة لكن لنكات شرحة جيون هاي سلمي لهري عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري لهري عالم واي أو شين عالم واي وسون هات النولة أو شين هات النولة ودن كان مملكة العربية السعودية لهري كنولين لما لن عالم يسل اللي واي حفظهم الله جميعا. مركا كتاب كان بلان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إلهي مغاشيك بلاوان علينا حرست عامك لا علي الرحيم نحرست قارك لا الحمد لله القديم الباري ثم الصلاة على المختار يا شيخ الحمد لله الله أيام مهد أنصونا الحمد مهد ثابت لله الله أنصونا عليه القديم أهري عليه الباري أي الخالق واي الله هو الأمي والمبدع ثم مركز بعد صلاته صلاة الله إلهي نحرستيس يا مانتيس على المختار لأنك للدور ذي كرشي الله هو الواي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الجيد مركا ناظمك رحمه الله تعالى ما يكبر الله وذيه ناظم يجي إلهي مهديسك بالله إلهي ولينه إليه ما يبري الحمد لله أي الثناء فعل على الله إلهي كرجا سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه يوجه لن يوينيون للغب سبحانه وتعالى الحمد محمد لله اللي أنصوناتي اللي هي القديم أريوة هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلهي قديم واي أزل واي بلاوم الله الآخر واي لماذا الله الأول واي الذي ليس قبله شيء أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء تعودنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ماذا واي عليه القديم أهري الباري هو الله الخالق البارئ مرز الباري والخالق واي وصف إله لي واي مرك أسماء الحسن زنات البارئ ولا رفع ذي مركم ضرورة الشعر كالوريما الباري يلر ثم مرك أسماء الصلاة صلاة الله إلهي نحرستيس أما فعلتيس لابد ولا ريا صلاة ملا ري ما دفعلي لري مرنا ملا ري نحرس مرك ثم قبل صلاة صلاة الله إلهي نحرزيز على المختار على النبي نبي كل شيء اللي هو نبي المختار للدور ذي هي وبعد أنت كذب وبعد أنت أسك بعد أي بعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرك إلهي لما هذه إلهي لك سلي هاك
بمعنى خذوه قاضي سيرة الرسول رسول سيريس قاضي منظومة حال اتطلت حيو موجزة الفصول فصولين اللي حق قابي وبعد انت كذب اي بعد الحمد والثناء إلهي مركل ما هذه لفالي والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مركل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هكا قاضي سيرة الرسول رسول السيريس قاضي السيرة ملي رأي طريقة حسنة طريقة حسنة يلي رأي كانت أو سيئة حماته أما سماته فالسيرة وطريقة لكن إذا أضيف السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أزكى سيرة على الإطلاق سيرة أنك بركة بضن لا كان ولا يكون مثلها هرتيس نما جراس بعدي نما جراس لكن إصطلاحان والمراد بالسيرة النبوية في الإصطلاح ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن أخبار رسولك منذ ولادته إلى الشيس له بالله إلى أن لحق بالرفيق الأعلى إلا إلهي أنك سيدي الجيد سيرة الرسول أرينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم منظومة حالة تطحن موجزة الفصول فصول دين الله قابي موجزة الله قابي الفصول فصول الله قابي الكلام الذي ينظم ليحفظ سلام حفظي لن تنظيمي هذا الكلام وبعد من تصبات هكا قاضي سيرة الرسول قاضي منظومة حالة تولت حين موجزة الفصول فصولة تولق قابيوة أي لا رتب إلا قاجي موليده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلوع فجري ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبي حانا حين أبي حانا مولده مولد النبي صلى الله عليه وسلم قال الأشيس في عاشر الفضيل هاي تلقيري ثم كيف فض بضناين يها ينقلقير ربيع الأول بلا ربيع الأول يرونه عمل فيل النه سنة مرودين النه مولده مولد النبي نبغى على شديس في عاشر الفضيل ير أنا ثم كي فضيلة الله هاي يك جيك ده مثلا رسول كبر الله دي ساسا فضل عنك كويه في عاشر الفضيل ثم كي فضل الله هاي ربيع الأول له بلا ربيع الأول ثم شهر الذي أي في اليوم العاشر من ربيع الأول عاشر كتم هذا الرد أي في يوم العاشر مولد العزيز في عاشر الفضيل أي في يوم العاشر واي ما لنت تمنات أو من ربيع الأول إيه ربيع الأول إيه ينبغ الأرضي عام الفيل سنة مرودك إيه لكنما المشهور ثاني عشر سيد مشهور كإيه اللي انشاقاو تمان إلا مذي هواي في يوم الاثنين مالين اثنين نيت طلوع فجره في جرشي الأشيس نيت لكنما حسيت المشهور سيد مشهور كأفكك بلن أنه عليه الصلاة والسلام ولد ثاني عشر ثم إلا ما معنى ثم إلا مات من ربيع الأول إلى الذي لره ساسة مشهورة وير في يوم الاثنين ما لين سنين يوم يجو أت بلو عفجره في جرشين يجو دلادي مركع عمل فيل ذا الظاهر مركع أنك نقل عربت تاريخ أو مسلسل ما قام سونو ونو بين اللي هاي ونا دي بعدين تاريخ مسلسل ما قام لا بعمر جي ما بقى يا ما هو سوكه حساب سده
لعذن كوينغ ما يبغى سندل عند دارة صادر سوهر جيم أتوه إلى له ره تلاد فور إلى له ره سبت الله أبغى إلى له ره جيم أباس إلى له ره إيد باب دب دار سل إلى تلاد جوكسي أربعة رار كي خمسة سان كي وان إلى غوري تلاد لقي سل له هذا عذب مين ولا كدارة ما يوم صادها يوم حليمة عام الفيلي عام أبوعاس عام لعذن كوينغ كميت أسان إلى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يسمي التاريخ الهجري تاريخ الهجري ذا لسمي مركون هذا الشيخ مي لما ديرني طلب بقول سقالون إلا ما لكن دتكن هو مركز التهرع يوم ما قبنا ولا هم مركان رسول صلى الله عليه وسلم يسوع عامل فيل ده لذي إذا سواب كن كدوت وأنا أبره إيو أسكت لما يمهد إرهاسات النبوة هيد إن مالك إسنينك لردين هذا حديث بها قرار تواي رسول صلى الله عليه وسلم الورسي سويل رسول الله الورسي عن صوم يوم الاثنين الورسي قال مري ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث ومالك تيوه أن الله يدير واي ومالك أن لي دالي واي مالك أن دالي واي مالك أن الله يدير واي مالك القرآن له يددي واي رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قرارين أما باللون ربيع الأول إن باللت بلدي حديث صحيح ما ينهاي سقالة كل هذا إيوه تموه كل هذا إيوه تمي لام كل هذا إيوه أخبار القصص لا لكن ورنا صحيح إن نبغى باللت بلدي إيه إيد ما ينهاي له لكن ورك ما ينبدني ربيع الأول هذا ما يجا مرازي سقالة مراز ما يتمنى مرض ما يتمنى لم يمرض لكن علماء الفلك ما يسارن إن سقال هايتي أما تمنى هايتي شيخ ما يبري ووافق العشرين من نيسانة بلن نيسان لرو يلا باتن يكا توسن تلكير مركون نيسان وأبريل و أنا عربت ميلة هاي أنا جاهلي ديو لما بلوت بلو ميلة راي أشهور الشمسية بلو ميلة راي أشهور القمرية هان قمري كهان اسم براتين وها محرم أكو بلا وذان ذي الحج كده ماذين محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمد الأول جمد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذي القعد ذي الحج ما طميلة ماذا سوى ميلكو ديجين ميلة راي مصرر ججون رش ذي ذو ملئره مصرر ميقوا محرم صادقوا صفر مصرر لبض الرامي بربير ججون جمادو جمادو الآخر رش لا يمفلسوا رادك رجب وشينك شعبان راد لما رمضان وشينك كلا شعب شوال رش ذي ذو هم بلو من قصي أشهر القمرية عرطم إلينا بلك أشهر الشمسية ميلا رومان كلين يعني جنوري فبراير مارس ابريل كلين يعرفن ما قبلنا بلك هلا ايون ميل راي او شمسيه قبل او رمضان نيسان اب اذر حزيران تشرين الثاني كانوا الاول كانوا الثاني سل ريون حتى رسولك ما يبدلدي بل نيسان وابريل واي وشهر الرابع من شهور السنه الشمسيه واي إمام سويلي إداي كتاب روضة الأنف في شرح السيرة النبوية يمايك الشيغي روضة الأنف ياك الشيغي وأهل الحساب يقولون وافق موليد أشهر شمسية نيسان فكان لعشرين مضت منه هايتلر نعظيم كورم جايدها قاذي وافق العشرين من نيسان وقبله وقبل مولده نبغى نتلقى نكهر حين أبيه أو شيء جريد سا حانا كويت تلقى أسوب أندل يا أو شيء جريد كويت وقبله ضمير كنتين غاز قبل مولده مولد النبي نبغى نتلقى نكهر يا حين أبيه يا راس حين أي وفاته موته وفاته أبيه أو شيء جريد سا حانا جاء أو كويت وحضر فتوفي والده وهو حمل في بطن أمي وسأورك جري أي سأورك جلال رسولك غير يدير أي
saxiixigeh Nabiyullaahi Muhammad sallallaahu alayhi wasallam in Nabiyullaahi Muusa ibn Imraan ogonimiga dhalday amma Ciisa ibn Maryamna aw ka bama lahayn Nabiyullaahi Ibraahim soo yiri aawshii ragad naban nooc tafasiil akhbaar ma ku hayn marka nabiyalka shantu la azmiga iyo nabeel badanba xilligii yiri nool adag yaha mareen iyo tiinnimi ha mareen yani faqr danyari ha mareen waa kada wa baad aamayni ghada fatima jaad bihi murdi'uhu salima halimatu li ummihi wa aadat bihi li ahliha kama aradat wa baad aamayni lam sinku baad ghada aamayni ghada fatima ku naas ku gooyay nagadi jaad bihi mashantay murdi'uhu aritu sunugay salima soo nabad gaba halimatu halima waaye li ummihi aaysa insheenti wa aada nagatay bihi bin nabiyyi la nagatay li ahliha kama aradat si fadasiya labadan beed sheekh may ku hadlay sheekh rasuul sallallahu alayhi wasallam ugu soo dhalday aaysa nuujidi ayami nuujidi ila 40 yawma wagila shahrayn wayla ro lama bilow ka nuujidi hattan meelan dhiibay gabar la erow Thuwaybatul Islamiyya oo haayti mawlaatu ammihi Abi Lahab gabar Abi Lahab ha la haay oo la xuray ya hanuujida Thuwaybatul Islamiyya la erow Hamza ibn Abdul Muttalib ibn hanuujidi Abu Salaman hanuujidi labadaas qof rasuulka walaaladiis waa fi ridaa nabaga walaal nasab ma leh la min al abi wala min al um malle wala dhaladi migal ibraan aadalay la misaa ku leele toona ma jirta waye ma jirta markan suwaybku baad ma hanuugay ma hanuugay gibirtan xaliimatu saadiye la raal dhiibi sida caad arabtahay aad arabtumaayday ciyaal shabaadiin dirsada jireen baadiin dirsada jireen ciyaalka baadida ma ka nuugi jireena bilaan kale yaan dalnay oo yahay nuugi jireen sida faa'iido daraadiye ya ciyaalka baadiin ka diray jireen madawaha in nasab kale ba helmay nasab ba helay may usoo gabiilko kala ku dhaladi bilaamayto gabiilka kala banuuga gabiilkaas kala ba garaabi leeymay reer dhan ba helay faa'iido faa'iido labaadna bilidka jirri badinyi wal la jirnaade koolbaareega takadi bronkiyati hayd shibanka kadi wal la ila sheege wadaalka ma yarana unig bilidka kori masgan fayl ma sheeneere إذا نشأ الولد في البدن ينشأ فاتر الذهن إره بس كنت تسأش مه جيه كسب سأل الله إره هاتا أنا بورد لسي أكوار ماك ونك أنا بورد لسي أدي سأي لو دي هولان دا أي سي halkani waa dadka channel official hadii aad tahay qof ku cusub channel kan fadlan subscribe saar la wadaag saaxiibadaadi adigoo share gareynaya sidoo kale tan ugu dhiirigeli commentiga